بسم الله الرحمن الرحيم، أصدقائي التلاميذ مستوى الثالث، مرحبا بكم من جديد. مرجع مرشدي في اللغة العربية المستوى الثالث، الوحدة الخامسة، الأسبوع الثالث. إذن موضوعنا إن شاء الله خلال هذا الدرس في مكون التعبير الكتابي سوف نذكر فوائد الماء وندعو أصدقائنا وصديقاتنا إلى الحفاظ عليه. إذن في الحصة الماضية قمنا بكتابة مسودة حول هذا الموضوع، ولا بأس في التذكير بما يلي. إذن في الحصة الماضية قلنا بأن الماء مصدره يعني عدة مصادر، منها السحاب ومنها الثلوج المتواجدة فوق قمم الجبال، وأيضا مصدر الماء يأتي من الآبار ومن العيون المتفجرة في الأرض أو في الجبال، ثم أيضا مصدره الأنهار أو الوديان. إن هذه هي مصادر الماء. وقلنا بأن منافع الماء كثيرة ومتعددة، فالماء ينفعنا في الشرب، وينفعنا أيضا في سقي النباتات، وينفعنا أيضا في المحافظة على يعني نظافة جسمنا، كما يساعدنا وينفعنا الماء أيضا في غسل الأواني والخضار والملابس. ثم قلنا أيضا في الحصة الماضية بأن للحفاظ على هذه الثروة المائية يجب علينا ألا نقوم بتبذير المياه والإسراف فيها أثناء سقي النباتات، ثم أيضا يجب ألا نقوم ب يعني سكب الماء أكثر من اللازم والإفراط في استعماله عند استخدام دورة المياه أو الحمام. ثم أيضا يجب علينا أن نحافظ على الماء انطلاقا من حماية الأنهار من كل ما من شأنه أن يلوث هذا النهر، مثل الأزبال والنفايات إلى غير ذلك. إذن اليوم إن شاء الله سوف نستعين بهذه الأمثلة لمراجعة مسودتي. نعم، إذن قلنا من أين يأتي الماء. إذن لكتابة مقدمة نكتب مثلا في المقدمة: الماء نعمة من الله نجده في البحار والأنهار والآبار ويعني الثلوج المتواجدة فوق الجبال، أو نقول: ما أعظم الماء إننا نجده في البئر، في الآبار والسحاب والثلوج والأنهار والعيون إلى غير ذلك. أو أننا نستخدم هذه الجملة: أتعلم أن الماء يوجد في البحر، ويوجد في النهر، ويوجد في السحاب، ويوجد فوق يعني في الجبال، يعني في الثلوج المتواجدة فوق قمم الجبال. إذن هذه مقدمة. أما بالنسبة للعرض سوف نذكر منافع الماء، وسوف نستعين بهذه الأمثلة على ذكر منافع الماء. ونقول: من منافع الماء أننا نستخدمه في الشرب والنظافة وسقي النباتات وغسل الأواني. أو: وللماء أيضا منافع عدة، منها أننا نستعمله في كذا وكذا وكذا وكذا. ثم أيضا يمكن أن نستخدم هذه الجملة التي تبدأ: اعلم أن منافع الماء كثيرة، مثل ماذا وماذا 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 أيضا. إذن هذه منافع الماء الموجودة هنا. إذن نحاول أن نملأ هذه الجمل المتبقية. ثم كخاتمة لموضوعنا، يعني كيف نحافظ على هذا الماء؟ إذن نقول: يجب علينا جميعا أن نحافظ على الماء. من ماذا؟ من التلوث
فلا يجب أن نرمي الأزبال والأوساخ والنفايات في النهر أو البحر. أو أقول: أيها الأطفال، حافظوا على الماء من ماذا؟ من التلوث، فلا تقوموا بتلويثه بالمبيدات التي مثلا يستخدمها الفلاح في لقتل الأعشاب الضارة. إذن لا يجب علينا أن نفعل هكذا. إذن من الواجب علينا أن نحافظ عليه من جميع الأشياء التي يمكن أن تلوثه. أشكركم على حسن تتبعكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى موضوع درس